يا صباح الخير، حلقة جديدة من نهارك سعيد. من دلوقتي لغاية الساعة 11 على الهواء مباشرة هنكون معاكم أنا ودينا وشريف. صباح الفل. صباح الفل يا عايدة. صباح الخير يا شريف. صباح الخير يا دينا. النهاردة معانا فقرات كتيرة صح؟ مفروض عندنا يعني الحقيقة طبعا غير الصحافة مع الأستاذ محمد طلعت الهواري هتابع أهم عناوين الصحف اليومية، كمان هيكون معانا فقرة مهمة جدا عن محو الأمية الإلكترونية جو أونلاين إيجيبت. دي مبادرة قامت بيها شركة مايكروسوفت كل مصر على الانترنت وبدات فيها بالاقاليم. هنعرف اكتر عن المبادره ديت، اكيد حاجه مهمه جدا لان محو الاميه في الالفينيات او يعني في القرن القادم هي محو اميه حقيقيه الكترونيه، لازم تكون بتعرف تقرا وتكتب وتخش على الانترنت. الانتخابات طبعا قربت، ودي اول انتخابات بعد 25 يناير، فانتخابات مهمه جدا. ففي حملات توعيه قام بيها بعض المتطوعين، في حملات توعيه قام بيها بعض الناس. فعشان كده النهارده هيكون معانا ضيفين. الضيف هو دكتور احمد عبد الله الطبيب النفسي وريهام سمير مشرفه على الحمله، وهنعرف ازاي يعني هنعرف منهم الحملات التوعيه دي، ازاي نختار المرشح، ازاي ننتخب، كل الكلام ده هيكون معانا في الفقره. انا مش مقتنعه قوي في انتخابات بس تمام يعني. بالمناسبه الساره دي بمناسبه الانتخابات اللي انت مش متفائله لها مش ولا ناس كتيره متفائله منها، بس في ويب سايت اسمه elections2011.eg، بعتقد انه في معلومات مهمه لكل الناس اللي عايزه تشارك في الانتخابات. ممكن نبقى نكتبه يعني. احمد ممكن نبقى ننزله على الشاشه elections2011.eg. بما اننا بقى احداث كتيره جدا، مبادئ حاكمه للدستور وناس رافضه وناس موافقه وناس حضرت الاجتماع امبارح وناس ما حضرتش الاجتماع امبارح وناس انسحبت من الاجتماع امبارح محاكمات عسكريه ورفض شديد من الناشطين السياسيين للمحاكمات العسكريه لمجموعه من الرموز، فيعني تفاصيل كتيره واحداث كتيره حصلت على مدار الاسبوع، وده اللي هنناقشه النهارده في اخر فقره معانا في نهارك سعيد وحديث الاربعاء. وهيكون معانا استاذ عبد الله السناوي طبعا كاتب صحفي، والكاتب الصحفي عاصم حنفي، علشان نتناقش في رؤيتهم كده عن اللي حصل واللي ممكن يحصل بقى فتره. كنا بنتناقش انا وانتوا الصبح على مقاله علاء الاسوالي اللي صدرت امبارح، كانت مقاله مهمه جدا و مش عارفه اقول ايه بصراحه، بس اعتقد ناس كتير عملت لها شيرنج كمان على الفيسبوك. بالظبط انا بعت ايميل عشان عرفت الحل. انت عرفت الحل؟ طبعا انا عرفتها. طيب اللي ما اعرفش اكتر، هي بقره الدكتور علاء الاسوالي هي صدرت امبارح في مصر اليوم، يا ريت تتابعوها. هي حديث بين رجلين، حوار بين رجلين مهمين. طيب نطلع الفاصل ونروح نستعرض معاكم اهم الصحف، اهم عناوين الصحف الرسميه النهارده. يلا بينا.